ديالك تواخد ضابط تنفيذ ضرب في الكان تسيد كتواخد على سنة الله ورسوله تسيد واخد النهار الاول كيقول لك انا باغي الولاد خرج كان ولد عندي ادريس دابا معاه في العمر تاعو 8 سنين طالع في 9 سنين السيد كيتنكر ولده اليوم طلبي الوحيد انني المحكمه نصفاتني ان رئيس المحكمه وكيل العام نائب ديالو استقبلني احسن استقبال ديال سينا في محكمه سينا في الدار البيضاء السيد الفتحاوي يعني رئيس محكمه السيد شد ميل في يدي ديالي قال لي بنتي اشنو ضارك اول ما دخلت عنده قال لي بنتي علاش جيتي عندي اشنو بغيتي قلت لي طلبي الواحد استاذ قال لي ما هو قلت لي انا عندي الحكم ابتدائي وعندي استنافي وانني كل شي حاجه ما عندي ولد في عمره 8 سنين وهذا العام برك من الدراسة قال لي الطالب تاعك الواحد دابا اشناهو قلت له استاذ قال لي العام قلت لي طالبي الواحد بغيت الحكم تاعي ابتدائي واستنافي ان يبقى في صالحي لما اقتنعتوش بالشهود لما اقتنعتوش بالشهود غديرو سميتو لا دي ان عطاني باش ندير لا دي ان حكموا لي الحمد لله يعني نعمة من عند الله يعني هذا الحكم اللي حكموا لي انا فرحانه بيه بزاف فرحانه عرفتي علاش فرحانه حيت راسي ما فيش ما عارفه راسي كلشي ما فيهاش العجينه عارفه راسي انني داكشي اللي كنقول كاين يعني ملي البارح الاثنين نهار ثلاثة في الشهر حكموا لي باش غندير لا دي ان قال لي تخلصيها قلت له مستعده نخلصها ولو ما عنديش مستعدة نخلصها لو قولي 10,000 درهم نخلصها على إدريس حيت إدريس غالي مرخيش حيت باه لك رخيت عنده أنا ولدي غالي الحمد لله ربيت وعرفت راسي أشنو مربية مربية تربية حسنة ومديرة مع ذاك الدري يعني مساجمة معاه الحاجة الوحيدة اللي خاصني هو وريقات واليوم كنطلب أن السيد باش يجي يدير معايا لا دي إن مبغاش السيد كون عارف هو راسو الدري ان ماشي ولده كون هو النهار الاول خرج يدير لا دي ان هو النهار الاول يطلبها كي قالوها في انفا ملي حطيت الشكايه قال لك يكون هاد السيد عارف راسو مي درت شكايه للسيد الوردي واستقبلني وقال لي يا بنتي النهار اللي يتحكم الحكم النهائي هذيك الساعه احنا مستعدين وحنا معاك يعني الناس على الامن كلهم مشكورين ولكن هذا السيد وسخ البيد لا ساعة الامن وسخ الناس تاع الامن هو حلف بيمينه قال لك 19 سنين يبقى مجرمني في المحاكم اه لا لا الحمد لله قول لي الحلفه تاعتك ما تخرجش كيما بغيتيها الحمد لله ملي شفت السيد الفتحاوي يعني مشكور هذاك الانسان مشكور بزاف عرفتي علاش مشكور ملي شد الميل في يديه عرفت راسي راح تحط الميل في يد امينه حيت انا كان كيتلاعب بالميل هو كيقول لك هو فوق من القودات فوق من كل شيء ولكن النهار اللي شد رئيس المحكمه الميل في يديه عرفت حتى واحد ما يحط يده في المطيب دابا اي واحد غيوقف معاه اي واحد غيسندو حتى واحد ما يقدر دابا انت دوزت القصه ديالك مع بوتين 2012 الاخر 2012 دوز معي 2013 2014 الاول تاع في شهر واحد زيد دي وقال لي يا سير جري طوالك ما عندك ما تصور مورايا انا قال لك راجل في الامن ما عندك ما تصور مورايا ما كانش باغي الولاد هو باغي الولاد ومن حلمت قال لي دير اجهاض حيدي وصلت 8 شهور كيقول لي دير اجهاض يعني انا كنت كنتبع بالاموال نهار اللي قال لي نشرك برطمه ونشرك حانوت وتنط حيدي هذا الشيء اللي في كرشك قلت لي لا ما نديرش معصيه مع ربي باش غادي دلية الاملاك ما عندي ما ندير بهم شتي مالك دابا هو ولدي
الملك تاعي كله هو داك ادريس اللي سميته سميه على الاب تاعي، خلاه الاب تاعي في كرشي سميته عليه. حقرت بزاف، شاد سيد حقرني ولا عمره ما كان كيوصلني ولا كيعيرني، دابا ولاو كيهينوني الناس. كيهينوني حيت النهار الاول انا العائله تاعتي كلشي الناس كانوا عارفين انني غير كنهضر مع السيد. كيف كيدخل من الباب؟ داخل من الباب العساس كلشي كيحل عليه العساس الباب. ملي جا تواجه مع العساس هنا كيقول ليه ما كنعرفكش. السيد الناس كلهم ما كيعرفهمش. السيد لا ما كيعرفش هاد الناس ما كيعرف حتى واحد. انا طلبي الوحيد لي دابا هو يجي يدير لا ديير. هي تحكمات بلا ما تبقى مطول هادشي، بلا ما تبقى لا عندك الشك في هادشي، يجي يدير لا ديير باش يتفك هاد المشكل. دابا الاختيار كيبقى ليه، بغى يجي يدير لا ديير ها مرحبا، ما بغاش يجي يديرها مرحبا. المهم الناس تاع الدري غناخدو غناخدو، تبو تجيو جيو تبو الناس غناخدهم غناخدهم. يا درتيها يا ما درتيهاش. قريت الفاتحة؟ اه لا قاري الفاتحة وكل شيء. عندي إشهاد، عندي من مور إشهاد درت لها تسعة دليف ب 12 شهاد. نسيني؟ يعني عندي أوراقي كل، عندي لاكارت ديالو. هاد السيد اللي كيقول ما كيعرفنيش، حيت ملي وريته قاضي القاضي اللي كيدوز عنده 100,000 عاد باش غيعرف الحقيقة كاملة. وريته لا دي اللي درت الأولى. انا درت لا دي ان، خلصت لا دي ان في الاول ودرتها في 2015 وهاد السيد رفض ما بغاش يديرها. بالله عليك كون عارف هاد السيد غير كرام بان الدري ما كينسبش ليه هو الاول كان غيمشي يديرها، ولكن عارف هاد الدري ولده لا في الشبه لا في كل شيء، علاش السيد رافض ما باغيش يدير لا دي ان؟ هاد السيد هاد الدري ديته عند جده باش تشوفه، ديته القيصر. ملي ديته كي شافته مرت عمو مرت خوه هوايا كي شاف الدري قالت لي ولد الحاج هذا. ليست الحاجة راه عندي ما نقول ليه دابا الشي ما بقى ليا ما نقول ليه، ما عنده ما يقول ليه وما عندي ما نقول ليه. هو حلف وانا الحلف اللي حلفه هوايا انا الحمد لله انا ما حلفتش. انا بقيت متابعة الملف تاعي وبقيت مكابرة، وملي كاع ملي وصلت عند ملي وصلت عند رئيس المحكمة وحطيت الملف في يدي وكل شيء الحمد لله والله عندي واحد الثقة كبيرة. وملي تحكمت لي عاوتاني بلا دي ان عندي ثقة كبيرة الحمد لله والله. إلا دابا ملي كيتلاقى معايا في الزنقة كيقول لي ولدي هذاك، ولكن تنشد لانتريس عاد نحط الدري ندير لي وراقي. الدري هذا تنشد هو لا تغرج على الكرشي تنشد هو لانتريس عاد نولد الدري. هاد السيد غالط هاد السيد غالط بزاف وغلطه وما نافعو كاش، فهمتي؟ راه كيكثر على راسو في الوقت وكيسحب راسو كيدير في شي حاجه، هو راه كيكثر على راسو في الوقت. شي كنت غنتازل ليه وكنت ما باغا منو حتى شي حاجه، وقلتها لكم وامام المغاربه كاملين لكون ما درتش الاعتصام وكون ما وقفتش باب المحكمه يومين وانا متشرده قدام باب المحكمه لا ماكله لا شراب يومين ومرض ولدي. بهذا السبب تاع هادشي مرض فيه ادريس الله امام الشهود كاملين الناس كلها عرفت اشنو كاين. كلمه الاخيره كنشكر السابطه في حموشي باش يدخل ويوقف في هادشي والله ينصر سيدنا، وكنشكر القوداس وكنشكر رئيس المحكمه وكنشكر سميتو وكيل العام ديال محكمه المحكمة ديال الاستئناف تنشكرو لا هو لا رئيس محكمة، يعني مشكورين لكم ما كانوش هما ما غنوصلش لأنا لهادشي والحمد لله.